على وقع التأكيد الرسمي بحشد الجهود كافة، قامت وحدات في الجيش المصري بضربات لمواقع عدة. أكدت مصادر للعربية أن عددا من منفذي هجمات العريش الأخيرة كان من بين صرعاها والذين تم القبض عليهم. فقد قتل 4 من عناصر تنظيم بيت المقدس، واعتقل 12 آخرين في هجمات ومداهمات في جنوب الشيخ زويد، بعد معلومات استخباراتية بوجود إحدى الخلايا الرئيسية في التنظيم المتطرف في مخبأ في المنطقة. وفي الحملة نفسها تمكنت قوات الأمن من تدمير 25 مخبأ، أغلبها استخدم لتخزين الدراجات النارية والسيارات الخاصة بالعناصر المتطرفة. كما قامت وحدات خاصة من الجيش المصري بتمشيط وتأمين حي الزهور بالشيخ زويد بعد إفشال محاولة لهجوم المتطرفين على مكمن بمنطقة الجورة جنوب الشيخ زويد. وقد قتل 3 نساء وجرح عدد من الأشخاص في إطلاق قذائف هاون عشوائي من قبل المتطرفين على نقاط أمنية في مدينة رفح الحدودية، بيد أن القذائف ضلت طريقها إلى مساكن المدنيين. مها عبد الله، العربية.